بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، يسرني أن ألتقي بكم اليوم في درس جديد من مقرر الكيمياء 4 كيم 315 وكيم 317 والمقرر على المستوى الثالث الثانوي المسار العلمي، ولنبدأ اليوم بإذن الله تعالى بعنوان درسنا لهذا اليوم وهو عبارة عن قوة الأحماض والقواعد في الجزء الأول منه. ولنبدأ أعزائي بأهداف الدرس. لدينا اليوم هدفين. الهدف الأول سيكون عبارة عن الربط بين قوة الحمض أو القاعدة ودرجة تأينها، ثم سنقارن بين قوة الحمض وقوة قاعدته المرافقة. ولنبدأ بسم الله تعالى بالهدف الأول. للربط بين قوة الحمض أو القاعدة مع درجة التأين، نلاحظ أعزائي أن في الدرس الأول تناولنا أن الأحماض والقواعد لها خاصية توصيل تيار الكهربائي، ولكن هذه الخاصية تتفاوت أو هذا التوصيل يتفاوت من محلول إلى آخر. لماذا يحدث هذا التفاوت؟ لأننا سنلاحظ أن مقدار تأين الحمض والقاعدة يختلف من محلول إلى آخر. ولإثبات ذلك هناك تجربة بسيطة جدا من الممكن إجراءها نبين فيها قدرة المحاليل الحمضية أو القاعدية على التوصيل الكهربائي. في هذه التجربة لدينا كأسان. الكأس الأول يحتوي على محلول تركيزه 0.1 مولر من حمض الهيدروكلوريك، وكأس آخر لدينا عبارة عن حمض الإيثانويك بنفس التركيز 0.1 مولر. نلاحظ هنا طبعا اختلاف درجة توهج المصباح. دعونا نبدأ بالكأس الأول الذي يحتوي على محلول حمض الهيدروكلوريك. لاحظوا أعزائي ماذا يحدث داخل هذا المحلول. نلاحظ أن المحلول يتكون فقط من أيونات، أيون الهيدرونيوم H3O positive وأيون الكلوريد السالب. هل يوجد هناك أي جزيئات، أي تواجد جزيئات الماء أو الحمض؟ لا، فقط أيونات. والمسؤول عن التوصيل لتوصيل التيار الكهربائي هي الأيونات، وبالتالي لاحظوا شدة أو قوة توهج المصباح الشديدة، لأن المحلول الناتج كله عبارة عن أيونات، فهناك وفرة كبيرة من الأيونات. طيب، ننتقل إلى الكأس الثاني. لاحظوا الكأس الثاني الذي يحتوي على حمض الإيثانويك أو الخليك. لاحظوا مكونات هذا المحلول. يتكون هذا المحلول من أيون الإيثانوات CH3COO negative، وأيضاً أيون الهيدرونيوم H3O positive، بالإضافة أعزائي إلى جزيئات الحمض نفسه كأنها لم تتأين. لاحظوا هذا عبارة عن جزيئات للحمض الغير المتأين. لاحظوا أعزائي أن هنا عدد الأيونات سيكون أقل من عدد الأيونات الموجودة في الكأس الأول، لأن هنا أيضا لدينا جزيئات لم تتأين. فنلاحظ إضاءة المصباح هنا ستكون خافتة مقارنة بالكأس الأول. لماذا؟ لأن المسؤول عن التوصيل الكهربائي هي الأيونات، وهنا في هذا الكأس لدينا عدد أيونات أقل، وبالتالي درجة التوصيل ستكون أقل أيضا. دعونا نفسر هذا المشاهداتنا علميا. في الكأس الأول حمض الهيدروكلوريك تفككت أيونات أو عفوا تفكك الـ HCl الحمض كامل كليا، تأين إلى أيونات الهيدرونيوم وأيونات الكلوريد كاملا. فألاحظ أن لدي أيونات هيدرونيوم وأيونات كلوريد فقط في المحلول. ولاحظوا أعزائي السهم، لأن السهم يعني مهم جدا في هذا الدرس. لاحظوا السهم اتجاه طردي فقط. لاحظوا الكأس الثاني. الكأس الثاني الذي يحتوي على حمض الإيثانويك
تأينا جزئيا. ما معنى ذلك؟ أن جزيئات الحمض ليست كلها، يعني مو كلها تأينت، جزء منها تأين. لاحظوا تكونت أيضا أيونات، ولكن أيونات بعدد أقل. لاحظوا السهم أعزائي، لاحظوا السهم، هذا التفاعل تفاعل انعكاسي، يعني له اتجاهين، اتجاه طردي واتجاه عكسي، ونلاحظ السهم في اتجاهين. لماذا حدث؟ دعونا نفسر هذه النقطة. الأحماض، هناك عندي أحماض قوية وهناك أحماض ضعيفة، وكذلك القواعد، هناك قواعد قوية وقواعد ضعيفة، سنتناولها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نركز الآن على الأحماض ونبدأ بالأحماض القوية. الأحماض القوية مثل حمض الـ HCl في الكأس الأول يتأين تأيناً كلياً في الماء وينتج وفرة من الأيونات. أمثل عليها الـ HCl كما رأينا في إضاءة المصباح، الحمض الهيدرو أيوديك، حمض البيركلوريك، حمض النيتريك، وحمض الكبريتيك. هذه أحماض كلها قوية تتأين تاب. ولاحظوا أعزائي السهم اتجاه واحد، اتجاه طردي. فإذا لاحظت في حمض داش في معادلة ولاحظت أن في سهم باتجاه واحد، فهذا الحمض سيكون حمضا قويا. ماذا عن الأحماض الضعيفة؟ الأحماض الضعيفة أعزائي هي أحماض تتأين جزئيا، وعدد الأيونات الناتجة من هذا التأين تكون قليلة أقل. فما هي الأمثلة على الأحماض الضعيفة؟ حمض الهيدروفلوريك، حمض الإيثانوي كما شاهدنا في الكأس الثاني، حمض الهيدروكبريتيك، حمض الكربونيك، وكذلك حمض الهايبوكلوروز. وعموما ملاحظة مهمة أن كل الأحماض العضوية عبارة عن أحماض ضعيفة، مثل هنا حمض الإيثانويك. ما معنى حمض عضوي؟ طبعا سنأتي على ذكرها في درس كامل بإذن الله تعالى، ولكن يعني معلومة بسيطة لكم أن الأحماض العضوية هي التي تحتوي على مجموعة الكربوكسيل COOH، سنتناولها بإذن الله فيما بعد. لاحظوا أعزائي السهم، السهم أو هذه المعادلات كلها عبارة عن معادلات انعكاسية فيها اتجاهين، اتجاه طردي واتجاه عكسي. فإذا لاحظت في حمض موجود في معادلة ولاحظت السهم باتجاهين، غالبا راح يكون هذا التفاعل لحمض ضعيف. دعونا الآن نقارن بين القوة الأحماض وقوة قاعدتها المرافقة. تذكروا أعزائي في الدرس السابق في نموذج برونستدلوري كنا نقول أن الأحماض ينتج بعد فقدانها لأيون الهيدروجين تنتج قاعدة مرافقة. فماذا سيحدث؟ دعونا نقارن بين قوة الحمض وقاعدته الناتجة عنه، قاعدته المرافقة. بالنسبة للحمض القوي، لنفترض أعزائي أن الـ HX عبارة عن حمض قوي، ماذا سيحدث عند ذوبانه في الماء؟ سينتج أيون الهيدرونيوم والقاعدة المرافقة X نيجاتيف. لاحظوا أن الـ HX بما أن حمض قوي فمنح أيون الهيدروجين لجزيء الماء وتكون لديه أيون الهيدرونيوم. الـ HX حمض قوي، لاحظوا دائما قاعدة أن الحمض القوي تكون قاعدته المرافقة عكسه، تكون قاعدته المرافقة ضعيفة. بالعكس، إذا كان عندي حمض ضعيف كما سنرى بعد قليل ستكون قاعدته المرافقة قوية، فدائما العكس. لاحظوا هنا الماء، الماء عبارة عن قاعدة ضعيفة. دعوني أتوقف هنا في هذا التفاعل، أريد فقط أن أنبه على نقطة هامة للماء. الماء أعزائي درسنا سابقا في الدرس الأول أن الماء يحتوي على أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد بنفس الكمية، يعني الماء متعادل. إذا أخذنا مقياس الـ pH، إذا كان هذا مقياس الـ pH في النص السبعة
المتعادل، هنا 14 وهنا الصفر. طبعا نعرف ان من الصفر الى اقل من 7 اي ماده في هذا المجال ستكون، او في هذا المدى ستكون عباره عن ماده حمضيه. هذا مقياس البي اتش. اما من اكبر من 7 الى 14 فستكون هذه الماده عباره عن ماده قاعديه، قاعده. الماء، اين مكان الماء بالضبط؟ الماء عبارة عن مادة متعادلة، سيكون هنا الماء H2O عند 7. طيب القاعدة أعزائي التي توقفت هنا لأجلها أن الماء دائما ضعيف. درسنا سابقا الماء المادة أمفوتيرية، ممكن أن تكون حمض، ممكن تكون قاعدة. إذا كانت حمض ستكون ضعيفة، إذا كانت قاعدة ستكون أيضا ضعيفة. لماذا؟ دعوني أفسر قليلا. إذا كان لدي هنا أي مادة، مثلا مادة البي اتش 5، البي اتش 3، أي بي اتش، مادة حمضية، ستكون هذه المادة أقرب إلى الصفر، يعني أكثر حمضية من 7. فإذا كان عندي مثلا هني HCl، مثلا لدي هنا HCl، ال HCl سيكون أقرب إلى الصفر، قيمة البي اتش له أقل، يكون أكثر حمضية من الماء، حتى لو كان حمض موجود هنا. بنفس الطريقة من سيكون أقرب إلى الحمضية؟ هذا الحمض وليس الماء، فالماء دائما حمض ضعيف. طيب دعونا ننتقل إلى جهة القواعد. القواعد من أكبر من 7 إلى 14 مادة قاعدية. لو خذينا أي قاعدة في هذا المدى، هنا مثلا أو هنا أو هنا، أي مكان، من سيكون الأقرب إلى الأربعة عشر، الأقرب إلى القاعدية؟ أي حمض أو عفوا أي قاعدة موجودة على هذا المدى ستكون أقوى من الماء، وبالتالي سيكون الماء دائما ضعيف سواء كان حمض أو قاعدة. هذه قاعدة عامة. طيب نعود الآن إلى التفاعل. لاحظوا هنا كما ذكرنا أن الماء عبارة عن قاعدة ضعيفة، وبالعكس تكون حمضها المرافق حمض قوي. ماذا سيحدث الآن؟ لاحظوا أعزائي أن هنا عملية انتقال لأيون الهيدروجين. ستحدث الآن معركة ما بين